لو انت قاعد مستني حد يوجهك انك تكون شخص فاشل، فحب اقولك في الفيديو ده انا هعلمك ازاي تكون شخص فاشل باحتراف. اول حاجة، الشخص الناجح بيحب دايما يخطط لأي قرار جديد هياخده في حياته او اي خطوة جديدة هياخدها في حياته. فلو انت عايز تكون شخص فاشل ما تخططش لأي حاجة خالص. التعلم من الاخطاء بيؤدي الى النجاح والعكس صحيح، يعني لما هتكرر نفس الغلط كده انت هتكون شخص فاشل، وده اللي احنا عايزينه. ركز بقى كده معايا وكرر الغلط دايما اللي انت بتعمله. الطموح دي لازم تقضي عليها تماما، اصل طموح يعني نجاح، فاقضي عليها تماما عشان تفشل صح. الفشل هو انك تاخد اكتر ما بتدي، والنجاح هو انك تدي اكتر ما تاخد، فركز على ان انت تاخد وبس، هتفشل لا محالة. اوعى تغير رأيك في نفسك، خليك دايما بتقول لنفسك كده والله انا فاشل، انا مقدرش، انا فقري، انا نحس. لأن الإنسان الناجح بيحب يغير رأيه دايما في نفسه للأحسن، زي أنا مبدع أنا أقدر. من الجنون إنك تعمل نفس الشيء كل مرة وتتوقع نتائج مختلفة. فلو عايز تكون ناجح اعمل غير كده، لكن لو عايز تكون فاشل على وضعك يا نجم. الناجح بيحب يقرأ كتير ويتعلم من غيره، فلو أنت عايز تكون شخص فاشل يا ريت ما تقراش خالص. أوعى تتحمل المسؤولية. أنت لو عملت كده لا قدر الله هتبقى شخص ناجح. اعمل كل حاجة بتعملها بروتين، اوعى تفكر، اوعى تبدع، اوعى تفكر عكس طريقة تفكير الناس، لان اللي بيفكر عكس طريقة الناس لا قدر الله بينجح. خلي عندك دايما شماعة بتعلق عليها فشلك. ليه شماعة واحدة؟ ليه خليهم اربعة؟ في اخر الفيديو اظن انت كده عرفت ازاي تكون شخص ناجح وازاي تكون شخص فاشل، واكيد انتوا عارفين كويس جدا احنا نفسنا كلنا ان احنا نكون اشخاص ناجحين في حياتنا، فياريت تعمل عكس كل الكلام اللي انا قلته طول الفيديو ده، وان شاء الله ربنا يكرمك وهتنجح، وان شاء الله ربنا هيوفقك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت برايك، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك للقناة عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة. We'll be right back.